اللي فيه اطار يعني تخليدا للذكرى 17 لانطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، يعني تنظم اللجنه الاقليميه اللي عملت مقاطعه سيد البرموسي هذا الملتقى يعني تخليدا لهذه الذكرى، وذلك يعني تحت شعار المرحله الثالثه للمبادره التنميه البشريه مقاربه متجدده لادماج الشباب. وهدف يعني هذا اللقاء الى تسليط الضوء حول يعني البرنامج الثالث نظرا للاهميه ديال القصوى في ادماج الشباب وخلق مناصب شغل، والهدف يعني ان تقريب يعني جميع يعني الفعاليات والمتدخلين والشباب من الادوار اللي كتلعبها يعني المنصات اللي تم احداثها على مستوى العماله والدور ديالها في مجال يعني اهتمام محور ديال المقاوله يعني دعم المقاوله او يعني محور دعم التشغيل والمحور يعني ديال دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني. دونك هذا اللقاء سيحاول من خلاله يعني التعريف بين المنصه الادوار التي تلعبها يعني جميع الجمعيات الشركه في هذا المجال، يعني تقريبا يعني الادوار اللي كتلعبها هذه المنصه يعني فيما يتعلق بالمجال الادماج الاقتصادي للشباب. اليوم المنصه ديال الشباب سيد برنوس مبادرات كتحتفي بالذكرى 17 على تاسيسها او انطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، والخصوصيه ديال هاد الدوره هذه كتنطلق تحت شعار المرحله الثالثه للاندياج مرحله متجدده من الشباب والاندماج الاقتصادي للشباب. هذه في حد ذاتها دونك اشاره جد مهمه على الاولويه الساميه تعطات للشباب بصفه عامه وتعطات اوفيت للتنميه البشريه او التنميه البشريه بصفه عامه والشباب بصفه خاصه. الشباب اللي كيشكل واحد الشريحه كبيره من الساكنه ومن المجتمع المغربي بشكل عام، ويعتبر الاستثمار في الشباب فهو مدامه الاستثمار مدامه بمثابه اكلوزيون ايكونوميك ديال او اقلاع اقتصادي الساكنة ديالنا او المجتمع ديالنا. هذه المنصه كيف ما كتشوفوا فهي كتستقبل الشباب من اجل الاستماع ديالهم، من اجل التوجيه ومن اجل المواكبه من خلال ثلاثه ديال المحاور. المحور الاول هو المحور ديال المقاولاتيه، المحور الثاني التكوين من اجل الادماج او الاندماج في سوق الشغل، والمرحله الثالث هو الاقتصاد التضامني.